الحنة المحايدة اللي ما كتصبغش نهائيا الشعر كتعالجه. اي وحدة تقدر تستعمل هاد الحنة اللي هي محايدة كتعالج الحنة بلاتي نفسرو هاد القاعدة. كيفاش حنة محايدة؟ كتعطيش اللون ديني نوتر. محايدة كنشكر اليوم سلطانة انها حاضره معنا الافتتاح ديال شركه خادي وشركه انا زوينه. كيف كتعرفوا انني سفيره ديال هاد جوج ديال الماركات. ماركه خادي هي معروفه بصباغات شعر طبيعيه، فاحنا اليوم لا ما يمكنش، لأن فرشاة الأسنان هي صنعت فقط لتنظيف الأسنان وليس لإزالة بثور الأنف. فسيدات اللي كيكون عندهم هذا المشكل طريقة سهلة، كديري بخار ديال الماء ومن بعد كديري ماسك ديال نبتة النيم. النبتة ديال النيم كديريها على شكل ماسك وكتوضعيها على الوجه ديالك، ومن بعد كتوضعي أحسن حاجة اللي تقدر تكون في النباتات الطبيعية وهي جيل الألويفيرا. كتوضعي نقطة صغيرة وكتوضعيها على الأنف ديالك وعلى الوجه ديالك. فوالا، ونتقدر 11 لون كنبداوه من الحنة المحايدة اللي ما كتصبغش. Mimi, mes adorables abonnés, je vous souhaite une bonne année 2020 avec beaucoup de santé et pour vous et pour notre terre. Zéro pollution, zéro produits chimiques et surtout beaucoup de gestes écologiques envers notre mère nature.